إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته من قناة أبو ساجد. أتمنى أن تكونوا بخير وسعادة من الله ومحبة. ونبدأ بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتعرف اليوم على كيفية تقليم شجر الرمان إن شاء الله. إخواني أحبتي المشاهدين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. متابعة ممتعة إن شاء الله. طبعا اخواني كيفية تفريغ شجر الرمان كما نشاهد، وخاصة هذه السرطانات اهم شيء ان يتم قصها. طبعا القص يساعد على كبر الحبات، تكون الحبات اكبر، وكذلك دخول التهوية وأشعة الشمس إلى داخل الشجرة. طبعا شهر شباط فهو أفضل شهر لشهر القص. طبعا يكون الجو معتدل عندما نقص، لا يكون بارد كثير لكي لا يؤثر على الأفرع القديمة، يتم إزالتها. ويجب كذلك كل عام أن يتم تقليم شجر الرمان. طبعا كل شيء بالداخل كهذا يتم إزالته، يبقى الداخل شكل مفرغ بالكامل. وها هي، هاي تعتبر السرطانات كذلك يتم إزالتها. نشاهد اخواني بعد الانتهاء من التقليم كيف تصبح. هذا شجر الرمان الذي تم تقليمه بعد الانتهاء منها. كيف يتم تفريغ الشجرة كما نشاهد. كذلك هنا يكون سرطانات يتم إزالتها كما نشاهد كيف يتم قصها. Thank you.
إخواني أحبتي المشاهدين، في النهاية نترككم في رعاية الله. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. Thank you.